السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم طريقتي انا في تحضير الحريرة المغربية. كلشي كيعرفها كنتفقوا كاملين على نفس المقادير، غير هي كتختلف من الطريقة، يعني من سيدة لسيدة. هادشي وكان كنبغي نشكر البنات اللي انضموا للقناة جدادين، مرحبا بكم، ونتمنى أن ندعموا بعضياتنا. وكان نشكر البنات اللي كانوا قدام عندي، شكرا لكم بزاف البنات، وكنشكركم على التعليق ديالكم وعلى الدعم ديالكم اللي ديما واقفين معايا. شكرا لكم بزاف. هنا كما كتشوفوا المقادير، مطيشة اللي مسلوقة، تقطات ديال اللحم، قزبور ومعدنوس والكرافس، الحمص اللي مفزك، العدس اللي مفزك حتى هو غير باش ما يتقشرش ليا في وسط من زعما ما يطيرش ليه داك القشور ديالو في وسط من زعما الحريرة، التبزيرة اللي البزار، السكنجبير والملحة والخرقوم. هنا معجون ديال الطماطم، واحد كنور نتاع السمن، انا كنستعمل السمن البلدي، غير هو انا ما كانش هنا متوفر عندي، وبصله محكوكه. صافي هادشي اللي كاين. صافي كان هذيك مطيشه بعد ما سلقتها كنحيد ليها هذيك الجلدات، وكنطحنها مع داك السمن ومع داك المعجون، ومع داك المعجون الطماطم، ديك مطيشه المركزه ولا مطيشه ديال الحك. صافي كنطحنهم، كنضيف لها، كنطحنها بهذيك الماء ديالها اللي سلقت. صافي كنطحنها وكندوز نصب الحريره عادي. هنا تقريبا واحد 3 المعالق اللي درت ديال الزيت، كنزيد هذاك الربيع، نزيد الحمص، العدس، كنزيد هذيك البصيله، انا بصيله غير صغيره اللي عندي اللي درت، دوك تقطع اللحم او لا العظام ديال اللحم او كل واحد شنو تيدير، او لا ما ديريش كاع. هنا نقصت واحد شويه ديال القزبور اللي غنخليه حتى الاخر. صافي ضفت العطريه، وغندير هذيك مطيشه اللي طحنت، وغنزيد لها الماء، وغادي نسد عليها. تقريبا كنخليها ساعه على الارب، على عافيه متوسطه. هنا كتشوفوا القياس ديال الماء قريب لهذوك البطونات اللي في الجناب. سديت عليها، خليتها ساعه على الارب، من بعد ما حليت عليها خليتها حتى بردات، عاد غادي ندورها بالطحين. هنا واحد 4 المعالق اللي طلقتهم في شويه الماء. هنا فهنا ما كنبغيوهاش ثقيله، فكنديرها غير خفيفه. كنصفي هذاك الطحين غير باش ما يبقاوش دوك الكويرات فيه، وصافي. هو كنشعل عليها ونقلل ونخليها حتى الطبخ يطلع ليا هذيك الرغوه ديال داك الطحين، نحيدها، من بعد عاد ندورها بشويه ديال الشعريه والمحمصه. هنا كل واحد باش كيدورها، كاين اللي كيدورها بالروز، وكي يعني كل واحد واللي تيدير. انا بعد ما بدات كتغلى حيت لي هذيك الكشكوشه ديال المطيشه وديال الطحين، وعاد غادي نضيف هذا. انا عندي ديك الحبه ترقي وقين رق من المحمصه، وواحد شويه الشعريه. صافي هادشي باش غندورها.
خليها تبدا تغلي وغادي نلوح هذيك الشعريه والمحمصه ونخليها ونتسنى عليها حتى تطيب. نحس بها طابت. هنا ما كتاخذش بزاف، تقريبا واحد ربع ساعه صافي كتكون طايبه. صافي هنا بعد ما كتكون طابت ليا كنطفي عليها، كنطفي عليها و كنشد واحد الكاس ديال الماء وكنكبو على هذيك الحريره باش كتطفى ليا هذيك الغليه. كنزيد داك القزبور اللي قطعته خليته وصافي هالحريره واجده. كنتمنى ان طريقتي ديال الحريرة اليوم تكون عجبتكم وجاتكم سهلة. ما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي ودعموني باللايك، وكنشكركم بزاف وبالصحة والراحة.